C'est une manière indirecte de me poser la question, est-ce qu'on ترشح ou ما ترشحش ou ما نجاوبش Exact, exact. ou ما نجاوبكش ما نجاوبكش لأن avant l'heure ce n'est pas l'heure وأعتقد أن ماهوش وقتها مازال فيه برنامج و لازم نوصلوا البرنامج تاعنا مازال فيه زيارات هذا برنامج تاعي برنامج مازال فيه 5 شهور قبل الانتخابات هل لنا أن نعرف بالتحديد الولايات التي ستزورونها خلال الفترة المتبقية؟ هو اللي أكيد خنشلة وتيسمسيت وتيجي وزو هذه وربما جانت ربما يعني مازال ما حددناش من هي الأولى والثانية والثالثة وممكن تكون فيه ولايات أخرى أنا شخصيا صراحة عندي رغبة كبيرة باش نزور قسنطينة راني في مدة ما رحت ليهاش وألفتها وألفوني هما الناس تاع قسنطينة وإن شاء الله نمشي بها كذا قسنطينة في شي لا قسنطينة فيه باتنا فيه تيارت فيه